بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وصلى الله وسلم وبارك على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، ونعتذر إن كررنا بعض المعاني التي يحملها هذا البرنامج، والتي من أهمها التنوع في موضوعاته. موضوع اليوم قد يحمل صبغة علمية صرفة وأكاديمية محضة، لكن تريث ليس الأمر كذلك. العنوان هو التشبيه. العرب عرف عنها البلاغة، والتشبيه أحد أنواع البلاغة، وهو يختص بعلم البيان على وجه الخصوص. والتشبيه أن يعمد القائل إلى شيئين بينهما شيء مشترك، فيعمد على ذكر ذلك التماثل بينهما، يريد بذلك المبالغة والتأكيد على الشيء الذي يريد أن يعبر عنه. قد نعمد إلى التعريف الأكاديمي قليلا، فللتشبيه أركان: مشبه ومشبه به، ووجه شبه، وأداة تشبيه في الغالب إن لم يكن التشبيه ضمنيا. فوجه الشبه هو ذلك الذي يحصل من ذكر الشبيهين وذكر المثالين، فما ينجم عن ما يفقهه السامع يسمى وجه شبه. وأداة التشبيه أشهرها الكاف وكأن، وأي شيء يحمل أو يحاكي المضارعة والمماثلة. بعد هذا التمهيد الأكاديمي البسيط جدا، نعمد إلى ما نريد أن نسوقه في مثل هذه اللقاءات المباركة. نذكر مثلا قرآنيا في التشبيه. قال الحق تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. التوراة كتاب عظيم أنزله الله جل وعلا على موسى. من ضمن ما جاء في التوراة خبر نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفه. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالتوراة نصت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النبوة لن تبقى في ذرية هارون، لكن أولئك النفر من اليهود من الأحبار الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا مبعثه تنكروا لذلك وأنكروا، فأصبحوا لم يستفيدوا شيئا من التوراة التي أنزلت. فقول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بحقها خير قيام ولم يعملوا بما جاء فيها، كمثل الحمار. فالكاف أداة تشبيه، كمثل الحمار فهو مشبه به، ووجه الشبه عدم الانتفاع. كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن بعضا من يقرأ هذه الآية يظن أن التشبيه هنا يقف عند كون عدم الانتفاع، وليس الأمر كذلك. لما ليس الأمر كذلك؟ يضربون لذلك مثلا نهلوه من هذا المعنى، وهو قول قائلهم: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فيجعلون هذا البيت الشعري منسلا من الآية. قلت: وليس الأمر كذلك. لما؟ لأن الحمار لو أن الكتب النافعة نشرت بين عينيه لما استطاع أن يقرأها. فالقضية ليست محصورة في أن الكتب بعيدة المنال عن الحمار، لا، هي بعيدة المنال من كونها فوق ظهره، لكن لا بد أن نقرن أن التشبيه هنا مركب غير مفرد، وهو الصنف الثاني في التركيب، أو القضية الثانية في التركيب، أن الحمار لا يمكن له أن يقرأ فينتفع بذلك الذي حمله، بخلاف البيت. فالبيت يقول: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، تلكم الجمال المعبر عنها بالعيس، لو أن الماء وضع بين عينيها وهي عطشة لشربته قطعا. فليست القضية في أن العيس لا يمكن أن تنتفع بالماء أبدا، هذا غير وارد في البيت، لكنه ولكن غير وارد في البيت، ولهذا هو وارد. أين وارد؟ في الآية، وهذا ملحظ يجب التنبه له، وفي الآية عموما تنبيه للعلماء بأن يعملوا بما عملوا به. وقد أحسن من قال: فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل.
فهل عملت؟ ننتقل الآن إلى الشعر العربي. ابن الرومي شاعر عباسي عرف بإتقانه للوصف، كان رجلا متشائما، حتى ذكروا من نوادره أنه خرج ذات يوم فوجد عودا أو غصنا على هيئة حرف لا، أي غصن على هذا الحال تقريبا، وبجواره تمر، حبات من تمر، فلما خرج صادفها أمامه، كيف قرأها؟ قرأها بعقليته التشاؤمية، جعل الغصن الذي على هيئة حرف لا كأنه حرف لا، والتمر الملقى بجواره قدرا قرأها تمر، أي لا تمر، ثم رجع إلى بيته. كان له أبناء تعلق بهم كثيرا، فمات أوسطهم، فقال يرثيه يخاطب عينيه: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجود فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. هذا مقدمة القصيدة. قال: في البيت الذي نريد أن نستشهد به وظل على الأيدي، تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرندي. وظل على الأيدي، يقول إن ابنه تحمله الأيدي، تساقط نفسه أي شيئا فشيئا، ويذوي أي ابنه كما يذوي، هذا أداة التشبيه، كما يذوي القضيب من الرندي. القضيب من الرند فيه طراوة، فيه ليونة، فيه ريح طيبة، فأراد أن يقول أن ابنه كان فيه طراوة، فيه ريح طيبة، وأنه رق حاله وذبل جسمه وذوى كما ذوى القضيب من الرند. فالتشبيه هنا بليغ جدا، لكن لا يسمى تشبيها ضمنيا، لأنه ذكر أداة التشبيه. وقد نقل تاريخيا أن ابن الرومي فقد بعد ذلك أبناءه، ثم مات مقتولا تعمد قتله أحد الولاة، وهذا خارج عن نصنا ولا علاقة لنا بسرده، نحن نتكلم عن التشبيه. بيت آخر يمكن أن يقال إنه تشبيه ضمني. أبو فراس الحمداني أحد مشاهير فرسان الدولة الحمدانية في حلب، حارب الروم رغم أنه كان فيه شيء من التشيع، لكن كما كان عمه سيف الدولة كان رجلا شجاعا، أسره الروم مرتين. في أسره عند الروم ذكر غرر قصائده عرفت بالروميات لأنها ذكرت في سجن الروم، كما عرفت قصائد بعض قصائد المتنبي بالكافوريات لأنه قالها في كافور الأخشيدي، وبالسيفيات التي قالها في سيف الدولة. من تلكم الأبيات رأية شهيرة له، من أبياتها بيت قال فيه يتحدث عن نفسه: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لا يوجد هنا حرف التشبيه، إغفال حرف التشبيه يجعل هذا التشبيه يسمى عند علماء البلاغة تشبيها ضمنيا. يقول إن حال قومه إذا ادلهمت بهم الخطوب ونزلت بهم المصائب وهو ليس بينهم كحال الناس عندما يفقدون في الليلة الظلماء البدر وهم أحوج ما يكونون إلى البدر. وهذا البيت جرى مجرى المثل وصارت به الركبان، فهو أضحى كالمثل السائر: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وفيه مدح لنفسه وذكر لمناقبه وافتخار بنفسه الأبية، وحق له، فالرجل كان على منزلة عالية من الكرم والشجاعة وشدة البأس. آخر غيره كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه. كعب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأخر إسلامه، وهو من بيت شعر، فأبوه الشاعر الجاهلي المعروف زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة الشهيرة: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثمي. هذا كعب له قصيدة شهيرة مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنها منهل بالراح معلول. هذه كلها الأبيات مقدمة لا علاقة لنا بها. أين التشبيه؟ قال في
ذكر محبوبته قال: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا فما مواعيدها إلا الأباطيل. لجأ الشاعر هنا إلى أسطورة تحكى وتروى، قد تكون صحيحة قد تكون مكذوبة. ويا كانت مواعيد عرقوب، عرقوب هذا رجل يقولون إنه من العمالقة وسكن المدينة وأنه يضرب به المثل في إخلاف الوعد. هذه الأسطورة استلها الشاعر وساقها إلى نفسه، أو قل مثلا ساقه إلى نفسه، ثم أنزل عليه حال محبوبته فيقول: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، أي جعلت من مواعيد عرقوب نهجا تنتهجه وطريقا تسلكه ومثلا تحتذيه. ثم قال بناء على هذا: فما مواعيدها، مواعيد من؟ مواعيد سعاد. فما مواعيدها إلا الأباطيل، أي لا يمكن أن تنال منها شيئا، تعيده في الليل فتخلف في النهار، وتعيده في النهار فتخلف في الليل. والمقصود إظهار التشبيه هنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الفصحاء وإمام البلغاء، فقد جاء التشبيه كثيرا في كلامه. من أشهر ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس كأسنان المشط، وأراد بذلك أن يذكر المساواة بين الخلق، المساواة في الدنيا، لأن تقوى المرء في الدنيا ليست بضاعة لأن يكرم، لأن إكرام المؤمن يوم القيامة، لكن الحدود وإقامة الأحكام لا علاقة لها بالتقوى. بمعنى أنه من أخطأ وكان هناك حد أو حكم يترتب على ذلك الخطأ أقيم عليه. فالناس لا يوجد أحد منهم مبرأ، بمعنى أنه يعفى عنه أو مميز لعرق أو نسب أو غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الناس كأسنان المشط، مع أن الناس ليسوا كأسنان المشط في أعراقهم وأنسابهم وأمور ذلك، هذا أمر معروف لا يمكن أن يخالف فيه أحد. أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، ويقول في حق بني هاشم: لا تأكل الصدقة فإنما هي أوساخ الناس. لكن عندما تجرى الأحكام وتقام الحدود لا يوجد لفضل، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحد: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكونها هاشمية قرشية بنت محمد بن عبد الله لا يمنع ذلك أبدا من أن يقام عليها الحد. نحن نعلم أن الحضارة الفرنسية اليوم، من قبل من أيام التحرير، ما يسمى بالتحرير والتنوير، أقاموا مبدأهم في الحضارة على العدل والإخاء والمساواة، وهذا كله جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. لكن الفرق أنهم وجدوا طريقا لأن يعلوا مبادئهم على الناس، ونحن لم نعمل بالمبادئ كلها، وحتى ما عملنا به لم نحسن أن نظهره إلى الغير. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا، فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. إن المسلمين، وهذا من بدهي القول، يملكون حضارة حقيقية قوامها وحي السماء، لكنهم لا يحسنون العمل بها، وأحيانا يجهلون كيف يقدمونها للناس، ولن يحسنوا كيف يقدمونها للناس حتى يقيمونها قائمة شامخة بين أظهرهم وفي أنفسهم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فقال: الناس كأسنان المشط، فهذا تشبيه في العدل والمساواة، والكاف إنما أتي بها للتشبيه. هذا التشبيه كما بينا أحد أركان البيان في علم البلاغة، وهو يعمد إليه القائل لأمور كثيرة ذكرناها في أول اللقاء. هذه مقتطفات من هنا وهناك، صدرناها بالقرآن، وثنينا بشعر العرب، وختمنا بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حول التشبيه في لغة العرب. نرجو أن يكون فيما قلناه نفعا للحاضر والباد، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.